بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحديث كان عن المتقين وعن صفاتهم. ذكرت الآيات الكريمة السابقة القرآن الكريم وأنه هداية للمتقي. من هو المتقي؟ ذكرت صفات خمسة للشخص المتقي، ثم بعد ذلك تذكر هذه الآية المباركة الخامسة من سورة البقرة، تذكر نتيجة التقوى، نتيجة الشخص الذي تكون فيه هذه الصفات. نتيجتان: النتيجة الأولى أولئك على هدى من ربهم، النتيجة الثانية وأولئك هم المفلحون. أي شيء وجوده يحتاج إلى مقتضي لوجوده وعدم وجود مانع. أي شيء يوجد هناك مقتضي وهناك المانع مرفوع، المانع مو موجود، فالشيء يتحقق في تحقق أي شيء في هذه الدنيا. خلينا نغير العبارة، بدل أن نقول المقتضي وعدم المانع نقول فاعلية الفاعل وقابلية القابل. لازم تكون قابلية، الشيء يكون مؤهلا، هذه يسموها قابلية القابل، لعله التعبير العلمي ماله عدم وجود المانع. بعد وجود قابلية تكون هناك فاعلية لفاعل، فاعل له قوة هذه الفاعلية. خلينا نغير العبارة، نقول وجود أرضية خصبة، أرضية مناسبة، وفاعل يفعل. مجرد وجود فاعل لا يكفي إلا أن تكون هناك أرضية، الله عز وجل جعلها كذا، إلا أن تكون هناك أرضية. هذه البذرة أنت تزرعها و تسقي الأرض ولكن لا تنبت. ليش لا تنبت؟ الأرضية مو خصبة، مو مناسبة، مو مهيئة لخروج هذه الثمرة. تخرج الثمرة له بس ما تطلع، ما تنبت أصلا. لماذا؟ لأن الأرضية مو خصبة، مو مناسبة.
أنت ازرع أي شيء تريد في أرض فيها ملح كثير حتى لو ما كانت مملحة، ما ينتج شيء، البذرة تموت، الأرضية مو مناسبة. فلازم تكون هناك أرضية بعدين أنت تزرع. أنت أخذ شيء رطب تريد تحرق هذا الشيء الرطب، ما يحترق. الشيء ما له قابلية الاحتراق لأنه توجد رطوبة فيه. تدرون الشيء الرطب لا يحترق، النار أول تجففة إذا قدرت وبعدين تحرقه، وإلا النار ما تقدر تحرق الشيء الرطب. أكو منافات بين الرطوبة وبين الاحتراق. هذا مانع موجود، أرضية مناسبة للاحتراق مو موجودة، ما يحترق. الهداية هكذا، من الذي يهدي؟ الله عز وجل يهدي، ولكن الأرضية لازم تكون في الشخص حتى الله يهدي. الهداية الله عز وجل متفضل، الله عز وجل خلقك وخلق الكافر وخلق المنافق، خلقكم كلكم المؤمن والكافر والمنافق سلام عليكم، الله عز وجل خلقهم. المشكلة شنو؟ ليش المنافق ما يهتدي؟ ليش الكافر ما يهتدي؟ سلام عليكم ورحمة الله. لأن الأرضية مو موجودة، الأرضية بيده. الهداية تنزل من السماء مثل المطر، المطر ما يفرق أنه هذه الأرض شنو تكون، تكون أرض مملحة، أرض أي شيء كان، أرض خصبة مو خصبة، سبخة مو سبخة، ماكو فرق. المطر ينزل، ينزل هنا ينزل هناك. ليش هذه الأرض تنبت تلك الأرض لا تنبت؟ هذه الأرض لها قابلية تنبت. الهداية هكذا، الهداية تنزل من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله يحاول أن يهدي أي شخص، يحاول أن يهدي أبا ذر ويحاول أن يهدي فلان شخص. ليش ذاك ما يهتدي وأبو ذر يهتدي؟ خو النبي جاء يتكلم كلام واحد للاثنين، ليش هذا يتعلم يرتقي ذاك ما يتعلم ينزل؟ الكلام كلام واحد، النبي قاعد على المنبر ويخطب، أبو ذر يستفيد يصعد، ذاك بهذا الكلام ينزل. أبو ذر يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام موصى، إذن لازم أنا أساعده. ذاك يقول علي بن أبي طالب موصى لازم أضربه. ليش؟ هو الكلام نفس الكلام، أمير المؤمنين موصى عرفوا، اثنيناتهم عرفوا أمير المؤمنين موصى، النبي صلى الله عليه وآله وصاه بالصبر. أبو ذر من هذه الكلمة، هي كلمة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أنت لازم تصبر. خلاص هاي الكلمة الوحدة، واحد استفاد منها صعد أبو ذر صار، واحد جاب النار على باب بيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. المشكلة شنو؟ الكلام هو كلام واحد، المعلومة هو معلومة واحدة، المشكلة في الأرضية. الأرضية السليمة، الأرضية الخصبة، أي شيء تخلي فيه فورا ينبت. الأرضية السيئة جيب ماء العالم ما ينفع. الهدايا هكذا، لاحظوا الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرناها في الليالي الماضية ذكر الأرضية، بعدين ذكر الشيء الذي ينزل على من كانت في هذه الأرضية. شنو أول قال؟ هدى للمتقين. المتقين من هم؟ هم 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 أوادم، هم ناس لهم قابلية. هدى للمتقين الذين يؤمنون، هو يؤمن، تصير مؤمن شوف النتيجة تصير لك ولا ما تصير لك. الذين يؤمنون بالغيب، منهم هو الإنسان يهيئ الأرضية، ويقيمون الصلاة، من يقيم الصلاة؟ هو الشخص،
ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الشخص نفسه. والذين يؤمنون، هو يؤمن، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. إذا هذه الأشياء صارت من قبل الشخص نفسه، بعدين تنزل أولئك على هدى من ربهم، الله يهديهم، الله يعطيهم هداية. الهداية هي جاي تنزل، أنت هيئ الأرضية، شوف الهداية من الله عز وجل تنزل عليك لو لا. ما يصير البعض يتصور يقول خو الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إيه نعم، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بس جيب الأرضية أنت، شوف الأرضية اللي كانت فيك الهداية تنزل عليك، أرضية الضلالة جيبها أصير مضل، ضال بل مضل. ليش؟ لأنه أرضيتك أرضية سيئة، أنت عدل الأرضية شوف شنو يصير. خل أقرأ لكم آيتين من القرآن الكريم فيما يرتبط بالضلالة، نفس الشيء نفس المعادلة. الله عز وجل يقول في نفس هذه سورة البقرة، يقول يضل به منه الله، الله يضل، يضل به كثيرا، هي كلمة واحدة، يضل به كثيرا. المثل مثل واحد، وشي الله عز وجل ضرب مثلا، بهذا المثل الله يضل كثيرا ويهدي به كثيرا، نفس الشيء نفس المثل. لهذا يكون المثل سببا للإضلال، لذاك يكون سببا للهداية. المشكلة في الشخص الذي ما يهتدي، يمشي في الضلال، شنو هو؟ الله يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بقية شنو؟ وما يضل به إلا الفاسقين. المشكلة الله ليش يضله؟ الله ما يريد يضل أحد، المشكلة هو أرضيته. الله عز وجل ينزل الهداية، اللي يريد يهتدي لازم تكون عنده أرضية، وينزل الضلال، اللي عنده أرضية الضلالة يصير ضال. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذا اللي الله يضل لأنه هو فاسق، هو عنده مشكلة، هو عنده أرضية الضلالة، هو ما عنده أرضية الهداية. آية ثانية لعله إذا وفقنا في بعض الليالي القادمة لعله نذكر هذه الآية المباركة في بداية سورة البقرة. الله عز وجل يقول، أول يذكر الأرضية بعدين يذكر النتيجة، يقول في قلوبهم مرض. المشكلة هو فيه، المشكلة هي موجودة فيه، أكو في قلبه مرض، فزادهم الله مرضا. الله يزيده مرض، بس إذا هو مريض، هو قلبه مريض، الله يزيده. إذن القضية لازم الإنسان يسعى، الهداية من الله، الضلالة من الله عز وجل، إذن خلاص. لا، أبو ذرهم حسب ما كاتمين كان يعبد الأصنام، أرضية الهداية كانت موجودة فيه، اهتدى وصار ذاك العملاق العظيم. ومن مثل أبو ذر؟ وذاك الثاني فلان شخص كان يقعد نفس المكان اللي أبو ذر يقعد، يستمع للنبي صلى الله عليه وآله، يستمع لأمير المؤمنين، نفس الشيء. وين راح ذاك؟ راح في التابوت، قعر جهنم، أسوأ منطقة في نار جهنم. 12 شخص أكو في قعر في التابوت، 12 واحد، واحد منهم إبليس، هذا راح سكن ويا إبليس، مو بقية الشياطين، ها إبليس رئيس الشياطين، هذا في التابوت، هذا راح سكن ويا ذاك. هذا منو؟ هو كان يقعد عند أبو ذر، عند سلمان، نفس الشيء، صار منافق، شوف وين صار. إذن لازم تكون أرضية. أولئك على هدى من ربهم، إذا كانت تلك المواصفات، تلك المواصفات تسويها، الله عز وجل ينزل هداية عليك. الهداية جاي تنزل أصلاً، الله ما يبخل على أحد بهالهداية. السلام عليكم.
وقفة سريعة عند كلمات هذه الآية المباركة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك شنو؟ شنو أولئك؟ اسم إشارة، اسم إشارة للجمع، أحسنتم، واسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث نفس الشيء. يقولون هؤلاء، هؤلاء، ها ها التنبيه مو جزء الكلمة، هي الكلمة أولاء، أولى وأولاء. في القرآن الكريم أولى ماكو، هو في اللغة العربية اثنين صحيح. إذا تريد تشير إلى مجموعة مو اثنين، إما ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، شنو تقول؟ سواء رجال أو نساء ماكو فرق، تقول أولى أو أولاء. في القرآن الكريم أولى ما عندنا، كله أولاء، هؤلاء، أولئك، أولئك نفس الشيء، أولاء، أولاء مع الكاف. الكاف ذكرنا هذا الشيء في ذلك الكتاب، ذكرنا شوي بعض التفصيل هنا للإشارة إلى البعيد، للإشارة إلى القريب نقول هؤلاء، للإشارة ها وهم قلدنا هاي ها مو ضمن الكلمة، للإشارة إلى البعيد تقول أولئك. قلناهم للبعيد، إما البعيد مكانان، البعيد زمنان، أو للتعظيم أو للاستحقار، هذا ذكرنا نفس الشيء. أولئك هذول اللي هالمواصفات فيهم على هدى من ربهم. هداية ليش على هدى؟ قاعدين حكي كثير، الآن ما نريد ندخل في هذه التفاصيل. ليش على مو في؟ ليش مو أولئك في هدى من ربهم، أولئك على هدى؟ أكو في بعض الدقائق لا علينا الآن بها. أولئك على هدى من ربهم، راجعوا أنتم قارين الحمد لله كثيرا القرآن الكريم قارينه وتعرفون هذا الشيء. رب يطلق على الخالق، يطلق على المربي، هذا كله يقال له رب. كلمة رب عندنا في القرآن الكريم عندنا موارد كثيرة، مو يعني واحد واثنين، بالمئات في الآيات القرآنية أكو رب ينسب إلى الناس، إلى الناس، مثل هذه الآية ربهم، ربهم عندنا أكثر من 100 مورد، يمكن 111 مورد أكو عندنا في القرآن الكريم ربهم أو ربهم، رب ينسب إلى ناس ربهم. ربنا عندنا، ربك عندنا، ربه عندنا، ربها عندنا، هذه كلمات هي إذا تحسبها كلها على بعض بالمئات، يمكن 300-400 مورد أو أكثر. الرب ينسب إلى الأفراد، هذه كثير كثير رقيقة هالكلمات. ربك هو رب الخلائق كلهم، ليش تقول ربك؟ ليش تقول رب ربهم في هذه الآية المباركة؟ أولئك على هدى من ربهم. ربه تدري يعني شنو؟ يعني كأنه هو الله عز وجل رب الخلق. هذه الآيات المباركة لعله يستفاد منها أنه هذا يصير كأنه هذا الرب خاص به. ربهم في هذه الآية كأنه هذا الرب يصير خاص بهؤلاء المتقين، ربه كأن الرب رب خاص بهذا الشخص، ربها يعني رب هذه المرأة عندنا في القرآن، تدري يعني شنو؟ هو رب الكل، ليش ربهم؟ ليش ربه؟ يعني يتعامل وياك كأنه هو خاص إليك. إذا كان عندك مولى وبس أنت عبده، وهو هذا المولى ما عنده شغل إلا أنت، يدير باله عليك، شو يسوي؟ الله عز وجل يتعامل وياك هكذا، هكذا تعامل. وبالفعل الله عز وجل على كل واحد واحد من الخلق يتعامل وياه كأنه هو ربه، مو بالكيلوات يحسب، مو بالأطنان يحسب، ما يحسب عنده بس من البشر 7 مليارات عبد، من الجن أكثر، من الملائكة هواية، هذول كلهم عبيد الله، ما يقول هالعدد الكبير ما يخالف شيء بالأطنان أطعمهم، لا، هو يدير باله عليك أنت، رزقك، نومك، صحتك، وضعك، أمنك، من اللي جاي يدير؟ طبعا هناك وسائط في الخلق، بس منه بالنتيجة الأمور تنتهي إلى الله عز وجل.
هذا ربك، هذا ربه، هذا ربهم. كثير كلمة رقيقة حقا، يعني الإنسان إذا شوية يتأمل في هذه كلمة ربنا، هذا كأنه رب إلنا بس، هيك يتعامل ويانا، وكل واحد من العبيد هكذا يتعامل. هذا من فضله، من عظيم فضله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلحون يعني شنو؟ شنو يعني مفلحون؟ هذا من لطائف اللغة العربية. مفلحون الفعل ماله شنو؟ الفعل الثلاثي المجرد فلاحة. ماشي فلاحة، فلاحة يعني شنو؟ يعني شنو فلاحة؟ شنو؟ لا، حتى ذاك هم يرجع إلى هذا المعنى نفسه. فلاحة يعني شقة، يعني قطعة. فلاحة في اللغة العربية، راجعوا كتب اللغة، فلاحة يعني قطعة، يعني شقة. الفلاح يسموه فلاح ليش؟ لأنه يشق الأرض. الإنسان المفلح، الإنسان الذي يهتدي، اللي نتيجته تكون نتيجة حسنة، ليش يسموه مفلح؟ أولئك هم المفلحون. ليش؟ لأنه يشق طريقه، هذا جاي يشق طريقه إلى الجنة، هذا رايح إلى الجنة فهو مفلح. الطريق يشق أمامه، هو يشق الطريق فهو مفلح. اللطيف في اللغة العربية تقريبا كلها، يمكن واحدة ثنتين استثناءك، كل كلمة الثلاثي المجرد ماله فلا، يعني الحرف الأول فاء، الحرف الثاني لام، تقريبا بهالمعنى. فلاح أخو هذا معنى. عندنا كلمة ثانية فلج، فلج نفس المعنى. سامعين يمكن هاي الكلمة يقولون أسنان مفلجة. مفلجة يعني شنو؟ يعني أكو بينها فاصل، يعني مشقوقة، أكو شق بينها. فلجة نفس المعنى. شنو بعد؟ فلقة، أحسنتم، فلقة نفس المعنى، يعني شقة. يقولون فلق الصبح، انفلق الصبح يعني شنو؟ يعني الصبح انشق من بين الظلام، هذا معنى. عندنا فلذة، سامعين يمكن فلذة كبده، فلذة كبده يعني شنو؟ يعني قطعة كبده، يعني مقطوعة من كبده، مشقوقة من كبده، هذا يسموه فلذة. ماشي، هذا فلذة بنفس المعنى. عندنا فلعة، هذا يستعمل، ها، أكو في اللغة العربية سيف مفلع، مفلع يعني سيف قاطع، أو فلوع يمكن يسموه، أو فلوع عفوا. عندنا فلقة، عندنا فلمة، فلمة حسب ما ذاكرين افتلم أنفه، أي جدعه، إن عفوا افتلم أنفه، واحد افتلم أنف شخص ثاني، جدعه يعني شقه. عندنا فلوى، يقول فلاه بالسيف، فلاه يعني قطعه بالسيف. عندنا فليا، نفس المعنى، سكين فالية، يعني سكين قاطع. اللطيف في اللغة العربية عموما الكلمات اللي بدايتها فاء لام بعدين أي شيء كان تقريبا المعنى نفس المعنى، كله بمعنى الشق. وأولئك هم المفلحون، هذول اللي يشقون طريقهم إلى الجنة، هذول أكو شق أمامهم، ماكو بينهم وبين الجنة شيء مانع، لا الطريق مشقوق، الطريق شنو يسموه سالك، يعني مشقوق مفتوح، ولذا يسموه مفلح. خلص، هذا المقطع الأول من سورة البقرة انتهينا منه، المقطع الذي يتحدث عن القرآن الكريم وعن الفئة الأولى من الناس التي تتعامل مع القرآن، وهم المؤمنون حسب الرواية الشريفة، حسب تعبير القرآن الكريم، المتقون. المقطع الثاني يبدأ الفئة الثانية وهم الكفار، المقطع الثالث الفئة الثالثة وهم المنافقون. حديثنا انتهى، إنما رواية شريفة قرأتها قبل يمكن ليلتين ثلاث ليالي، وعدت أنه أتوقف عند هذه الآية، هذه الرواية الشريفة.
الرواية الشريفة شو تقول؟ خلق لكم مرة ثانية الرواية الشريفة عن يحيى بن أبي القاسم: سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من هم هذول؟ هذول الفئة الأولى في تعاملهم مع القرآن الكريم، وهم المتقون، وهم الذين يؤمنون بالغيب، الذين يقيمون الصلاة. هذول منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المتقون، والله قايل هدى للمتقين، المتقون منهم المتقون شيعة علي. الغيب شنو؟ الذين يؤمنون بالغيب، والغيب فهو الحجة الغائب. وعدتكم أنه نتوقف عند هذه الآية، هذه الرواية الشريفة. سؤالان. السؤال الأول: شنو ارتباط الغيب بالحجة الغائب؟ ليش؟ طبعا احنا قلنا الغيب معناه أوسع، هذا مصداق، ولكن السؤال الثاني: ليش الإمام عليه الصلاة والسلام يفسر المتقين بالشيعة؟ شنو ربط المتقين بالشيعة؟ الذين يؤمنون بالغيب شنو ارتباطه بالشيعة؟ ظاهر الآية ما فيها شيعة. أحد أمرين: الأمر الأول، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بكل الغيب أو يؤمنون ببعض الغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، هل الاستغراق يعني كل الغيب؟ يعني الذين يؤمنون بكل غيب، شيل ال، خلي مكان كلمة كل، هل الاستغراق هذا هذا معنى كلمة ال شيله، خلي كل، قول الذين يؤمنون بكل غيب، عدل، المفروض هكذا. اللي يؤمن ببعض الغيب هذا لا يؤمن بالغيب، وإلا كل النصارى يؤمنون بالغيب، النصارى يعتقدون ببعض الغيب، كل اليهود يعتقدون بالغيب، كل البوذ يعتقدون بالغيب، هذول كل واحد من هذول يعتقد بشيء من الغيب، على الأقل يعتقد بفد إله هو غائب عنه. إذا قلنا الغيب للشمول، الفئة اللي يعتقدون بكل غيب منهم، ليش الإمام يفسر بالشيعة بالفعل؟ أكو غيره؟ آخرون هم يعتقدون بالغيب بس مو بكل الغيب يعتقدون، ما يعتقدون بالإمام صاحب الأمر، إذن ما يعتقدون ببعض الغيب، الإمام من الغيب، إذا لم يعتقدون به، فإذن هاي الآية عن الشيعة هي عن الشيعة. طبعا كلام الإمام صحيح، فهمنا ولا ما فهمنا هو معصوم لا يخطئ، ولكن جاي بمقدار فهمنا استيعابنا. نعم، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بكل الغيب، وماكو فئة ثانية يؤمنون بكل الغيب، الغيب الصحيحة والخرافات، الغيب اللي أكو دليل عليه، هذا شيء. أو نقول شيء آخر: الذين يؤمنون بالغيب، البعض قايلين طبعا الآية ظاهرها العموم، البعض قايلين أصلا الغيب هو الإمام كاحتمال، لا نريد نذكرها، ما نريد نأيد هذا الاحتمال. ليش؟ الله من الغيب، يقولون الله مو من الغيب، ما نشوف الله حتى لو ما شفناه، مو من الغيب، من الشهود. هذا الله عز وجل من أسمائه، شو قايلين؟ الله عز وجل من أسمائه في القرآن الكريم هذا الاسم وارد، من أسمائه الظاهر، الله غيب، وين الله غيب؟ ما نشوفه حتى لو ما شفناه، بس هو من عالم الشهود ومن عالم الغيب. هيك البعض قايلين الله واضح بديهي، إذا ما قلنا هو أبده البديهيات، هو من أبده البديهيات، البديهي مو غائب، ما تقدر تحسبه من الغيب أصلاً، ما نشوفه، مو لازم نشوفه حتى يكون من عالم الشهود. الشيء اللي تعرف وجوده بأدلة قطعية واضحة، أصلا هو أوجد الأدلة،
هو ما يحتاج إلى دليل، الدليل هو فد واحد مسويه. الدليل شنو؟ هذه المخلوقات وهذه المخلوقات هي مخلوقات إله، ما تدل عليه. عميت عين لا تراك عليه عليها رقيبة، اللي ما تشوفه ما تشوف الله، هذه عين عمياء. بالعين احنا ما نشوف الله، بالبصر بالبصير نشوف بكل وضوح. اصلا الاشياء الثانية اذا خفيت تخفى علينا، وجود الله لا يخفى علينا. فاذا الله ايش قايلين؟ الله ليس من الغيب. خب النبي شنو؟ النبي من الغيب كان، النبي كان بين ظهرانيهم، كان بينهم يسمعون كلامه يشوفوه، وين من الغيب؟ نبوة النبي أدلة كثيرة عليها. الأئمة من الغيب؟ لا مو من الغيب، الأئمة كانوا يشوفونهم يسمعون كلامهم يلتقون بهم. الغيب بس هو الإمام أرواح العالمين فدا، هذا اللي لا الناس يشوفوه لا يسمعون له صوتين. فالرواية الشريفة اللي تقول الغيب هو الإمام أرواح العالمين فداه، الرواية إحنا سابقا قلنا الرواية جاءت تذكر مصداقا، ولعله إلى الآن نقول هذا الشيء. البعض قالين لا، ما جاي الرواية تذكر مصداقا، أصلا هو هذا المصداق بس، بقية الأمور مو من عالم الغيب أصلا، من عالم الشهود. واضحة، هذا اللي ما حد يشوفه، هذا الغائب، واسمه عليها الغائب. خب هذا احتمال. احتمال ثاني، الرواية الشريفة هكذا تقول، الرواية الشريفة بعد ذلك الإمام هكذا يقول صلوات الله عليه، يقول والغيب فهو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قول الله عز وجل ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله. هم شنو قالوا؟ قالوا لولا أنزل عليه آية، ما قالوا غيب، هم قالوا آية. الله عز وجل شنو جاوبهم؟ يقول يا رسول الله قل لهم فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أنتوا تريدون آية راح أجيب لكم آية، بس هذه الآية اللي راح أجيبها من الغيب راح أجيبها. خب يا رسول الله جيب آية، الله قال لا مو الآن، الآن مو وقته، راح أجيب لهم آية، بس قل لهم يا رسول الله إنما الغيب لله. الله شو وقت ما يريد يجيب الغيب، هو سألوا عن آية الله جاوب بالغيب، إذن الآية هي غيب. فقل إنما الغيب لله، الله يجيبه من الغيب. شو وقت؟ لا تحدد لهم وقت يا رسول الله، ما عليك بهم، قبله وما قبله مو مهم، فانتظروا اني معكم من المنتظرين. راح يجي هذا الغيب، صحيح غيب بس راح يجي. اسال الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الامام الغائب، ببركات هذا الامام الذي به وجدنا وبه نرزق، ببركات هذا الامام الذي هو صاحب العصر وهو صاحب الزمن، اللهم بحقه وبحق آبائه الطاهرين عجل له الفرج، اللهم بحقه وبحق آبائه الطاهرين لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.